دكتور، هو حضرتك تعبان ولا حاجة؟ شوية يا حنان. فاضل كام كشف بره؟ 5، بس لو حضرتك تعبان احنا لا ممكن. لا 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 لا، الناس اللي بره مالهمش ظهر. يلا شوفي مين عليها الدور الداخلي. تحب اعمل لك قهوة؟ يا ريت. هعملها لك بإيدي والله، مش بإيد صلاح. هوا حنان، تحت امرك يا دكتور. اخبار خطيبك ايه؟ الحمد لله، هي مزنقه مع حبتين بس هي ماشيه خير. اللي ناقصكوا انا هكمله، بس انتوا تنيلوا اتجوزوا. ربنا يخليك يا دكتور، احنا مش عارفين نقول لك ايه. ولا تشغلي بالك، انت عارفه انت زيتينا وسما، ولا يهمني ان اطمن عليك يا حنان. طب انا عايزه اطلب منك طلب، يعني انا ناقصني طقم الشوك والسكاكين. طيب حاضر ماشي. وكمان الغساله. ماشي حاضر. والبوتاجاز. ماشي يا حنان خلاص. واستلم الشقه. يلا يا ماما روح اعمل القهوه. يلا من حق افكر. يا سلام، يوم 12 براحتي. المفروض ان انت اول ما تقولي نتجوز اجرس بقك على المأذون يعني ولا ايه؟ لازم نتفق الاول. مش انا زي اي بنوته في الدنيا وليا طلبات وشروط؟ يا نهار اسود، اقفل دلوقتي. باي باي باي. ثانيه واحده. يا تينا، من امتى بتقفلي على نفسك بالمفتاح؟ البيت فيه ناس غريبه، مش لازم نحرس. اف، الريحه الغريبه اللي في اوضتك دي، ده ريحه ايه؟ ده عمامه غوري تلاقيك مولع حاجه من شويه، انا كنت فاتحه الشباك. عمر اتاخر قوي. ما تلاقيش يا تينا، ايه الاوفر ده؟ زمانه جاي. اوفر؟ ما انت ببرودك ده لازم يبقى اوفر. نامي نامي عشان تروح حضرتك الصبح. نامي. هنام. صباح الخير. فرقعتي قلبي. راحوا فين دول؟ ترى روحتي فين يا لمار؟ خير يا ستي، كفالة الشر. انت شايفه بتكلمي روحك؟ بنتي هنادي، ما تعرفيش عروسه راحت فين؟ لو النبي ما اعرف يا ستي.